قضيت سنين عديدة على كرسي وزارة الثقافة في المملكة المغربية، ماذا أعطيت لهذه الوزارة وماذا أخذت منك؟ الكثير يقول بأن محمد بن عيسى أعطى لأصيلة اهتماما خاصا، بينما هناك آفاق تستحق في المغرب أن يهتم بها، مثلا فاس ومحاولة ترميمها مثلا، والمحافظة على الملمح الآثاري الإسلامي العربي فيها، كأنه لم يأخذ ما تستحق من نصيب، رغم أن فاس هي الجامعة العلمية للمغرب. الآن حدثتني عن فاس وما أدراك ما فاس. أنا قمت بعمل بسيط تجاه فاس في المناظرة التي رعاها جلالة الملك الحسن الثاني في تارودانت، قمت بسنة 1986، قمت بما يلي: هاجمت الفاسيين، ولا أعني أنني هاجمتهم باستعمال أي ألفاظ نابية، ولكنني قلت حينئذ: من العار أن أجد في سريلانكا مثلا، ووجدت ذلك في كولومبو أو في دلهي، ملصقات اليونسكو تدعو الناس للمساهمة في إنقاذ مدينة فاس، والفاسيون جزاهم الله خيرا وكثر الله مما رزقه لهم في الدار البيضاء وفي فاس وفي غيرها، في استطاعتهم بمساهمات قليلة لكن جماعة أن يوفروا ملايين الدولارات لإنقاذ مدينتهم. تعرف أن عملية الإنقاذ أو عملية التنمية بصفة عامة لا يمكن أن تتم بالمال وحده، فلا بد أن تكون ممزوجة بالحب. لا شك أبدا. قلت ذلك، واعتبر البعض أنني أجازف اجتماعيا لأنني سأكون أعداء أو خصوما، كان العكس هو الحقيقة. هناك جوانب أخرى في فاس تتعدى جوانب الثقافة. أنت تعرف أن مشكلة فاس هي مشكلة كثير من المدن في العالم التي هاجرها أصحابها لاعتبارات عدة، ودخل ليحتل مساكنها أناس آخرون ليست لهم نفس القيم ونفس السلوكات، فكان من الطبيعي أن يكون هناك بعض التردي اجتماعيا، التكدس والتردي كذلك في الظروف، نوعية الحياة. أنا لا أتكلم عن الخبز، نوعية الحياة، the quality of life، هذا مهم. فابن المدينة ليس ابن القرية. أنا لا أقول إنه أحسن ابن القرية، إنما ابن المدينة له سلوك urban يعني متمدين، وابن القرية له سلوك رائع أيضا، لكن سلوك الزراعي أو الأجريري، سلوك زراعي، ولكل قيمه. أنت إذا أتيت ابن المدينة ليسكن في القرية يبوزها كما يقول المصريون، صحيح؟ لو أردنا أن ندخل إلى المزاج التذوقي لمحمد بن عيسى، من يطربه مثلا؟ هل الموسيقى الغربية بصفته دارسا في أمريكا، أم الموسيقى الشرقية بصفته دارسا للعربية في القاهرة، أم يستمتع مثلا أو يطرب للملحون المغربي؟ والموسيقى تعرف مثل مزاج الإنسان. أنت في يومك الواحد قد تعجبك موسيقى في الصباح وتستمتع بموسيقى أخرى مخالفة في المساء، وتنم على نغم آخر بالليل. كذلك في عبور الإنسان في حياته، الإنسان في سن 20 ليس هو الإنسان في سن 40، والإنسان في سن 60 ليس هو الإنسان في 40. في سن الآن يعني في حياتي وانشغالاتي، أنا الآن أعمل في حقل آخر، أستمتع بالموسيقى الكلاسيكية كثيراً،